طيب، السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد مع تيكو. النهارده يعني انا مش عايز اوصف لكم قد ايه انا مبسوط وقد ايه انا فرحان جدا جدا جدا. ده علشان اول فيديو على القناه بتاعتنا. انا طبعا عارف ان الفيديو اتاخر، بس انا هحكي لكم دلوقتي هو اتاخر ليه وهحكي لكم السبب وهنحكي مع بعضينا كل حاجه. بس من غير ما نضيع وقت كتير ومن غير رغي كتير ومن غير كلام كتير، يلا بينا نخش في الموضوع على طول. موضوعنا النهاردة عن اندرويد 11، نسخة اندرويد 11 نزلت بالظبط امبارح بالليل. اللي ما يعرفش، يعني فكرة عامة كده للي ما يعرفش الاندرويد او ما يعرفش الحاجات البسيطة دي بتاعت اندرويد، خلينا نوضح الفكرة بشكل بسيط وبشكل سهل كده، مش هياخد معانا بالظبط نص دقيقة. اولا اندرويد ده نظام تشغيل خاص بالموبايلات، تمام؟ من غير ما نحكي كتير وكلام كتير، المهم اندرويد قبل كده في السنين اللي فاتت كان بيتسمى على اسماء الحلويات الديزرت، تمام؟ يعني مثلا، يعني انا مش عايز ارغي بس كتير عشان انا لو قعدت اتكلم في الموضوع ده مش هخلص، بس هو عامه يعني من السنين اللي فاتت كان بيتسمى على اسماء الحلويات لحد السنه اللي فاتت. لحد السنة اللي فاتت، السنة اللي فاتت كان في تغيير، ان هم قالوا خلاص احنا مش هنسمي اسامي حلويات تاني، واول حرف مش عارف ايه وكده وكيت كات والكلام ده كله، احنا هنسميه بالارقام. لحد ما فعلا السنة اللي فاتت نزل نسخة اندرويد 10 رقم 10. السنة دي وعلى عكس العادة ان هو يمكن نزل بدري شوية، يعتبر بعد 9 شهور بالظبط كده من الاندرويد 10، نزل نسخة اندرويد 11 البيتا، تمام؟ اللي ما يعرفش النسخ بتاعت الاندرويد، نسخ الاندرويد اولا جوجل بتنزلها على مراحل، مش اول مرة، مش يعني مش بتطرح نسخة الاندرويد كاملة كده مرة واحدة لليوزرز او للمستخدمين العاديين، لا. اللي بيحصل في الاول ان جوجل بتعلن عن نسخة الاندرويد، تمام؟ بتعلن الاول، يا جماعة احنا جاهزين بنسخة الاندرويد كذا وهننزلها في الميعاد الفلاني، بس قبل الميعاد ده بينزل نسختين الاول. اول حاجه نسخه المطورين، دي اللي هو بيشتغلوا عليها الناس المطورين بتوع برامج جوجل وبتوع التطبيقات وبتوع الحاجات دي كلها، والنسخه دي عامه بتكون متاحه بس يعني يفضل ما تستخدمهاش كتير، ان هي بيكون فيها باجز وفيها تهنيجات وفيها حاجات كتيره احنا في غنى عنها. دي اول نسخه، نسخه المطورين دي اللي بتنزل بدري، وانا دي يعتبر كنت اتكلمت عنها قبل كده في مقاله هسيبها لكم فيه في صندوق الوصف. النسخة بقى اللي نزلت امبارح هي النسخة البيتا، النسخة البيتا من اندرويد 11. النسخة البيتا دي هي النسخة يعتبر بالظبط اللي بين الاندرويد الرسمي اللي هو هيكون متاح خلاص لليوزر والاندرويد بتاع المطورين، يعني هي المطورين البيتا الاندرويد العادي بقى اللي احنا بنستخدمه العادي، تمام؟ فهي بتكون معمولة على الحساب ده. اللي نزل بقى امبارح هي النسخة البيتا، نزل فيها مميزات كتير، نزل فيها حاجات كتيرة كويسة، حاجات كتيرة الناس ممكن تشوفها بسيطة بس هي يعني عايزين نقول هي مثلا طفرات، ان هي مثلا يعني احسن من اندرويد 10 في حاجات، صلحت شوية حاجات في اندرويد 10، تمام؟ هنتكلم عنهم النهاردة وهنحكي يعتبر ابرز الحاجات اللي ظهرت في الاندرويد وكله تمام. بس قبل ما اوضح عايز حاجة بسيطة جدا، مش هقول لكم بقى لايك واشتراك، لايك واشتراك والكلام الفاضي ده، بس هو في حاجه، الناس اللي معاها بيكسل، اجهزه البيكسل، انا كنت قريت تعليقات عن الناس دي ان هم بيقولوا لا يا جماعه ده احنا يعني نزل، يعني هم نزلوا نسخه البيتا بتاعت الاندرويد 11 بس هم يعني ما شافوش الشكل بتاعه الجديد اللي هو الشكل المعتاد، ان هو كل سنه اندرويد بتنزل بشكل مختلف. السنة اللي فاتت كان لما كنت تدوس على فيرجن كتير بتاع الاندرويد كان بيظهر لك كلمة اندرويد ورقم 10 تحتيه، السنة دي مفيش لسه الفيرجن ده، لسه الشكل الجديد ما ظهرش. فهو بس في حاجة بسيطة حابب اوضحها، السنة دي انت لو دخلت على الاندرويد على نظام الاندرويد وشفت الفيرجن هتلاقي مكتوب للناس اللي حملت نسخة البيتا، الناس اللي حملت النسخة البيتا هتلاقي مكتوب كده في الفيرجن، فيرجن 11 النسخة ال 11، فيرجن 11 الإصدار ال 11، بس لو جيت تدوس عليه أكتر من مرة هيظهر لك أندرويد 10، الرسمة بتاعت أندرويد 10 دي يعتبر حاجة بسيطة كده هم هيصلحوها، أو هي يعتبر رسمة جديدة هتنزل مع الوقت، تمام؟ لكن الناس اللي حملت النسخة البيتا هي فعلا النسخة البيتا اللي موجودة، مش النسخة بتاعت أندرويد 10، ده الناس اللي حملتها اللي معاها بيكسل، تمام؟
رغينا كتير، فيلا بقى نخش في الموضوع على طول. اول حاجة احنا هنتكلم عنها هي، احنا خلينا نقسم الفيديو بتاعنا لقول 3 مراحل. اول حاجة مرحلة اللي هي الرسائل والميديا عامة، تاني حاجة مرحلة اللي هي بتاع انت ازاي عايز تظبط التليفون بتاعك والسيتنجز والكلام ده كله، تالت حاجة اللي هي الدلع بقى، اللي هو يعني ايه انا عايز اتدلع بالنسخة دي. تمام، فنبدأ بأول حاجة اللي هي الرسائل أو الميديا عامة. في نسخة جديدة اتضافت في الأندرويد أو ميزة جديدة اتضافت، إن هو أقول لك أنا عايز بس أبسطها لكم، زي مثلا الرسائل اللي هي بتاع الواتساب، الفيسبوك، الماسنجر، الانستجرام، أي رسائل، أي أبلكيشن في رسائل، حتى الأبلكيشن العادي بتاع الرسائل بتاعك العادي هيظهر له نفس اللي كان بيحصل للواتساب او الفيسبوك او الانستجرام. بمعنى يعني مثلا حد بعت لك رساله عادي على رقمك، على رقم التليفون، مش على الواتس ولا على الفيس ولا اي حاجه، هتظهر لك كده نوتيفيكيشن عايمه زي ما كانت بتظهر مثلا في الماسنجر، ان هو الشخص ده بعت لك رساله وتقدر انت تدوس عليها وترد عليه عادي على طول، مش لازم تفتح الابلكيشن بتاع الرسائل وترد عليه وتشوف وتعمل ده كله. يعني بالظبط هيظهر لك الرساله دي في نافذه عايمه على الصفحه، عشان انت يعني يسهل الرد عليك، يسهل انت قصدي ترد على الراجل ده او على صاحبك ده في الرسائل بسرعه، من غير بقى ما تقعد تفتح الابلكيشن وتطلع من الابلكيشن اللي انت فيه والكلام ده كله. ودي يعتبر ميزه، يعني مش عايز اقول ان هي ميزه كبيره يعني والكلام ده كله، بس هي كويس ان هي اتضافت، ان هي موجوده. تمام، فكويس. تاني حاجه بقى، احنا لسه في الرسائل زي ما احنا، فتاني حاجه اتضافت في الرسائل مثلا، ولنفرض انت مثلا يوزر كبير للواتساب، بتتكلم كتير على الواتساب، الواتساب يعتبر نص حياتك زي ما عندنا كده بالظبط، ففي شخص معين انت بتكلمه دايما، في شخص معين انت بتتكلم معاه، ويعني مش بتعتبر يعني يعتبر بتقضي معاه نص وقتك او وقتك كله كمان. ففي يعني اوبشن في موضوع السيتنجز ده، لما انت تيجي تنزل شريط الاشعارات هتلاقي الرساله او هتلاقي النوتيفيكيشن بتاع الشخص ده اللي هو بيكلمك. تمام، تقدر ان انت تثبت النوتيفيكيشن دي. بمعنى يعني الشخص ده مثلا بعت لك رساله، بعت لك رساله هتظهر لك عادي في النوتيفيكيشن، ممكن انت تعمل تثبيت للنوتيفيكيشن دي في شريط الاشعارات، عشان كل ما تنزل شريط الاشعارات تلاقي الشخص ده بصورته بالرسائل بتاعته قدامك على طول، تقدر ترد عليه ويكون اسهل شويه. يعني بدل ما تروح تفتح الواتساب وتشوف هو بيقول ايه والكلام ده كله، لا ده كل حاجه تبقى قدامك من بره. انا عارف ان الميزه دي كانت موجوده، بس المره دي فيه اللي هي ميزه التثبيت، انت ممكن تثبت يعني المحادثه دي او الشات ده عندك، وهيظهر لك بصوره الشخص، وكمان لو الشخص ده بعت لك صوره او بعت لك اي حاجه، يعني بعت لك ولنفرض يعني نقول صوره، لو بعت لك صوره هتظهر لك في شريط الاشعارات، مش لازم انت تروح تفتح. يعني الاول في نسخه الاندرويد القديمه كان بيظهر لك كده، مش عارف فلان ارسل لك صوره ويعمل لك علامه الصوره كده، فانت كده كل لازم هتروح تفتح الواتساب عشان تشوف الصوره اللي هو بعتها والكلام ده كله. انما دلوقتي لا، دلوقتي انت هتنزل يا دوب بس شريط الاشعارات وهتلاقي الصوره بتاعتك، يعني الصوره اللي هي مبعوتها لك موجوده. دي ميزه انا شايفها كويسه، شايفها ميزه كويسه خالص، ان هي توفر على الناس كتير، وخصوصا السهوله. يعني انت مثلا لو واحد بيرخم عليك ومش عايز تفتح الشات بتاعه، هتشوف الصوره بتاعته من بره وخلاص. دي اول حاجه. تاني حاجه برضو، احنا لسه زي ما احنا في الرسائل، في ميزه جديده اللي هي الميوت او السايلنت. بمعنى في نوتيفيكيشن اليرت وفي نوتيفيكيشن سايلنت، دي ميزه جديده اتضافت. بمعنى انت مثلا دلوقتي شخص مستخدم كبير للانستجرام او الواتساب او اي حاجه، خلينا مثلا يعني نكمل على مثال واتساب ونكمل فيه. انت دلوقتي يوزر كبير للواتساب، فعندك رسائل واتساب لما بتجيلك بتعمل يعني بتعمل زي رنه، بتعمل نغمه كده ان هي بتجيلك، يعني في اليرت، في تنبيه في الموضوع. تمام، فانت مثلا مش عايز الموضوع ده، او انت حاسس ان الشخص ده لا ده رخم، انا مش عايزه يبعت لي رسائل، مش عايز اشوف رسائله اصلا، مش عايزه يزعجني زي ما بيقولوا كده. فليه حل؟ انت ممكن الحل بتاع انت هتدوس، يعني فدوسه مطوله شويه على الرسائل بتاعت الشخص ده، وهتلاقي عندك خيارين ظهروا، ان هو تعمل له اليرت، يعني الرساله دي طول ما هو في النوتيفيكيشن او طول ما الشخص ده بعت لك رساله والرساله دي ظهرت عندك في شريط النوتيفيكيشن، الموبايل اللي يعمل زي تنبيه ليك انت كده، اه الحق ده في حد مثلا الشخص الفلاني بعت لك الرساله، روح شوفها.
تمام. وفي بقى انت ممكن تعملها سايلنت، اه خلاص يعني تظهر لك في شريط الاشعارات بس ما تعملكش تنبيه، ما تزعجكش، تمام. دي الميزه الثانيه اللي اتضافت، ودي يعتبر حاجه كويسه خالص للناس اللي هم يعني شغلهم كتير على واتساب ومش بيحبوا يعني ينزعجوا من الموضوع ده. تالت حاجه ويعتبر دي الاخيره عشان ما اطولش اكتر من كده في السيتنجز في المسنج قصدي، ان انت عندك في شريط الاشعارات برضو لما تيجي تنزله هتلاقي فيه تغير طبعا، وهي ان شريط الاشعارات بيتقسم معاك لاجزاء، يعني مثلا جزء المحادثات ده لوحده، جزء الميديا مثلا حد بعت لك تعليقات وحاجات كلها ده لوحده، شريط الاشعارات هيكون متقسم معاك لاكتر من حاجه، مش كل حاجه تكون سايحه في بعضيها وعلى حسب الترتيب والكلام ده كله، لا يعني مثلا في رسائل معينه جايه لك هتكون في قسم واحده بتاعت الرسائل، في حاجات تاني كل حاجه تكون في قسم معين لوحدها، ودي انا شايفها ميزه كويسه. بعد كده نيجي على الصور والسيتنجز والحاجات دي كلها. انت دلوقتي مثلا واحد بيرخم عليك وعايز يقول لك ابعت لي سكرين شوت مثلا من الابلكيشن الفلاني، او مثلا لو انت مثلا واحد مرتبط وخطيبتك مطلعه عينك وكل شويه ابعت لي سكرين ابعت لي سكرين، فدي هتكون ميزه كويسه. ازاي بقى؟ انا هقول لك الميزه الجديده اللي اتضافت. كل اللي عليك ان انت عشان تجيب سكرين شوت للابلكيشن ده او عشان تبعتها للشخص ده انت هتعمل ايه بالظبط؟ كل اللي عليك هتفتح المالتي تاسك، هتفتح الازلي يعني اللي هي القايمه متعدد اللي هي بتاع تعدد المهمات اللي فيها كل الابلكيشن اللي انت كنت فاتحها، ومن الابلكيشن هتقدر تحدده، هتدوس على الابلكيشن اللي انت عايزه، مش هتفتحه هتحدده وهتدوس عليه سكرين شوت، يعني تختار اختيار سكرين شوت هو من نفسه هكنه البرنامج نفسه او النسخه بتاع الاندرويد نفسها، اكنها هتفتح البرنامج وهتاخد لك سكرين شوت من الحاجه اللي انت كنت واقف عليها في البرنامج، يعني مش هتاخد سكرين شوت من يعني من مالتي تاسكينج، لا ده هي كأنها هتفتح البرنامج وهتاخد لك سكرين شوت من جوه البرنامج نفسه، انت مش هتفتح حاجه وبالظبط ساعتها هتلاقي فيها بعد ما خدت السكرين هتلاقي فيه بالظبط كده في شريط صغير تحت مكتوب شير واديت، شير واديت، كل اللي عليك لو انت عايز تبعت السكرين دي لحد هتدوس على شير وهتبعتها له على طول. اما انت بقى لو عايز اديتها فهو الحته دي هيوفر عليك ان هو انت مثلا هتروح تفتح الابلكيشن بتاع الصور جوجل مثلا او الصور او الاستوديو وتروح تعدل بقى وتعمل كل الموال ده، لا ده انت اول ما تاخد السكرين هتلاقي في اديت هتدوس عليها هتعمل اديت اللي انت عايزه على طول على الصوره. يعني ميزه مش كبيره شويه، بس هي برضه هتوفر عليك خطوه اللي انت ممكن تروح تفتح الابلكيشن وتعمل اديت بعد كده تبعت والكلام ده كله. هي دلوقتي بضغطة زر هتعمل سكرين والايديت اللي جايه ظهر لك في الشريط من تحت هتدوس عليها وتعمل ايديت اللي انت عايزه. نيجي بعد كده بقى للسيتنجز او الاعدادات بتاعه الموبايل. مش هتلاحظ فرق كبير، بس هو يعتبر كل التغير اللي هتلاحظه ان هو بقى فيه تنسيق للقوائم انسب شويه، بيجي فيه حاجات منسقه اكتر شويه هتديك شكل جمالي اكتر شويه، وفي نفس الوقت في ميزه مهمه. اول ما تفتح انت السيتنجز هتلاقي جوجل من نفسها عامله لك زي اقتراحات، يعني ماشي، يعني انت مثلا انت كنت شغال على حاجه وجوجل من يعني من خلال الذكاء الاصطناعي عرفت انت لما تفتح السيتنج هتعوز تعمل ايه، فهي بتطلع لك المهام اللي انت بتستخدمها كتير في السيتنجز، تمام. فهي مثلا انت مثلا متعود تروح على سيتنجز، تروح على اعدادات الشاشه، تعمل حاجات توطي تعلي، يعني بتعمل حاجات معينه او تعمل حاجات كتيره على السيتنجز. فانت اول ما تفتح السيتنجز جوجل هتطلعها لك في الالرتس، يعني في اللي هو الشريط بتاع المقترحات اللي هي بتظهره لك فوق ده، كده يعتبر خمس او اربع ابلكيشنات هي بتظهر لهم لك. بعد كده خلاص ممكن انت بقى تقلب وتعمل اللي انت عايزه. وفي برضو حاجه مهمه، ممكن برضو وانت جوه السيتنجز ممكن تغير الابليكيشن بتاعه الموبايل بتاعتك. بمعنى ايه؟ بس عشان الناس ما تخش مني، الابليكيشن احنا متعودين لما نفتح قائمه الابليكيشن اللي على الموبايل عادي اللي على الهوم سكرين هتلاقي في اول خمسه كده من فوق ابليكيشن مقترحه من جوجل، الابليكيشن الاكثر استخداما منك، يعني جوجل بتطلعهم لك، جوجل كده بتقترحهم عليك بدل ما تقعد تدور على الابليكيشن بتاعك انت عايز تفتحه، فجوجل بتعرضهم لك فوق. فانت بقى من خلال السيتنجز المره دي ممكن يعني ممكن انت اللي تحدد الابلكيشنات دي انت تحطها، ولا لا ده انا عايز مثلا في الوقت الفلاني تطلع لي الابلكيشن كذا، في الوقت الفلاني تطلع لي الابلكيشن كذا،
جزء يعني ملهاش لازمة قوي، بس برضو موجودة للناس التافهة اللي بتحب تعمل الحاجات دي، موجودة الميزة دي، وممكن كمان تثبتها الميزة دي من على الهوم سكرين بره، مش لازم في قائمة الابليكيشنات او مش لازم في حاجة، ممكن تثبتها من على الهوم سكرين كمان بره. فميزة كويسة وموجودة للي حابب يستخدمها. نيجي بقى على اخر ميزة معانا، وهي اهم ميزة يعتبر في اندرويد 11، اللي هي الدلع، اللي هي الحبشتكنات كده اللي بيحطها لك في الاندرويد. تمام، ايه هي بقى الحبشتكنات دي؟ كلنا عارفين زرار الباور بتاع الموبايل، اي زرار باور لو دوست عليه في الاندرويد العادي او اي زرار باور عامة، هيظهر لك ايه؟ ان انت تقفل الموبايل، ان انت تعمل ريستارت الموبايل، ان انت تاخد سكرين شوت، او ممكن انت تعمل موبايل ميوت. تمام، دي يعتبر اغلب او هي يعتبر الحاجات دي اللي بتظهر دايما لما تدوس على زرار الباور لفترة كبيرة. المرة دي بقى الموضوع مختلف، مختلف تماما. يعني انت لو ربنا فتح عليك يعني مثلا، وعايش في سمارت هوم، عايش في بيت كله بتحكم فيه وانت قاعد وانت نايم، بتنده على اللمبة بتنور، بتنده على مش عارف ايه بتعمل، فالموضوع ده جوجل راعته في الناس دي. بمعنى ايه؟ انت لو دقت لما تدوس على الباور بتاع الموبايل، هيظهر لك ماشي نفس القوائم الأساسية اللي هي بتاعت تقفل الموبايل، تعمل له ريستارت، تعمل سكرين شوت، تعمل كل حاجة هتظهرها لك، ولكن بإضافة لحاجات تاني. أنت ممكن تربط مثلا، أنت لو زي ما قلنا أنت مثلا عايش في سمارت هوم، عندك مثلا لمبة، عندك التكييف بتاعك، التلفزيون، عندك أي حاجة، وليكن مثلا خلينا في مثال اللمبة، ممكن تربط اللمبة بتاعتك بالموبايل، حاجة مش جديدة تماما، بتحصل كتير، تعلي ووطي الإضاءة بتاعتها، وكمان ممكن جوجل أسيستنت يعني يقول له وطي لي اللمبة يوطيها لك، يعليها لك، الكلام ده كله ده معروف، مش ده الجديد. إنما إيه الجديد؟ اللي أنت ممكن تربط اللمبة دي بالموبايل بتاعك من جوجل نفسه، من الموبايل نفسه، مش هتحتاج أبليكيشن تنزله على الموبايل علشان تتحكم في اللمبة دي، لا، ده أنت كل اللي عليك بتربط اللمبة بالموبايل وتدوس على زرار الهوم، هيظهر لك الإعدادات بتاعة اللمبة دي. مثلا إحنا ضربنا مثال باللمبة، تمام، هيظهر لك الإعدادات بتاعة اللمبة دي. بمعنى أنت مثلا عايز توطي الإضاءة، تعلي الإضاءة شوية، تعمل فيها أي حاجة، يعني هو جوجل يعني سايب لك خيارات كتيرة ان هو ان انت تتحكم في كل حاجة. حتى مثلا ممكن تتحكم في لون اللمبة، لو اللمبة بتاعتك ان انت تجيبها اكتر من لون، ممكن تتحكم في درجة اللون بتاعتها، ممكن تتحكم ايه اللمبة اللي تقفل وايه اللمبة اللي تشتغل لو انت موصل بيها اكتر من لمبة، وكذلك التكييف. يعني ممكن تربط اي جهاز سمارت عندك بالموبايل نفسه من غير ما تحتاج ابلكيشن، من غير ما تحتاج ابلكيشنات او من غير الكلام ده كله، او ممكن تحتاج ابلكيشنات يعني في النسخه الاكيده من اندرويد، بس انا بتكلم على النسخه البيتا اللي نزلت امبارح. فممكن تتحكم انت، تعلي اللمبه بتاعتك، توطيها، تعمل الدنيا دي كلها. فيعني بدل ما تنده على جوجل واوكي جوجل يعني تعمل الحاجات دي، لا، انت ممكن تدوس على الزرار هتوطي وتعلي اللمبة معاك، هتوطي وتعلي الإضاءة بتاعتها، هتوطي الإضاءة بتاعتها، ممكن تغير اللون، كل ده بتاتش بسيط وانت قاعد مكانك كده. بقى الدلع خلص؟ لا لسه، يعني مش كل الناس عندها سمارت هوم، مش كل الناس عندها لمبة بتكلمها تشتغل مش كله، بس جوجل برضو راعت الحتة دي في الناس العادية. يا ترى بقى عملت ايه؟ هقولك. مثلا احنا ضربنا مثال الاول بالواتساب، خلينا ماشيين على الواتساب، تمام. لو انت تتكلم كتير على الواتساب، او مثلا مشغول، انت مثلا حاليا بتعمل حاجة، بتنجز حاجة معينة، وفي حد بيكلمك على الواتساب ومش هينفع تأخر عليه، ممكن تكلم الاندرويد تقول له افتح لي الواتس، يفتح لك الواتس، تقول له طلع لي الشات الفلاني، يطلع لك الشات الفلاني، ممكن كمان تقول له يكتب ايه في الشات ده ويبعته. انتوا فاهمين كمية الدلع ده؟ يعني انت مثلا مشغول، انت مثلا مشغول بتعمل حاجة، ايدك مش فاضية، مش فاضي تكتب، وفي نفس الوقت مش هينفع تسيب الراجل ده، او مش هينفع تسيب الشخص اللي بيكلمك ده من غير ما ترد عليه. يعني برضه في ظروف بتحصل كده، فانت ممكن تشغل الموبايل يعني نفسه، تقول له افتح لي الواتساب، برضه معروفة في جوجل اسيستنت، ممكن يعملها لك عادي، تقول له طلع لي الشات الفلاني، يعني مش معروفة، مش يعني مش منتشر قوي، بس في ابلكيشن كانت بتعملها الحركة دي، بس دلوقتي موجودة على نسخة الاندرويد العادية، هيقول له طلع لي الشات ده، وكمان هتقول له يكتب لك ايه. يعني انت مثلا لو قلت له اكتب لي اه كويس الحمد لله، هيكتبها لك اه كويس الحمد لله، وتدوس وتقول له سند، هيبعتها له، وانت في نفس الوقت انت ما سبتش اللي في ايدك.
فدي حاجة يعني ممتازة جدا الصراحة، أنا شايفها دي كويسة أوي، إن أنا يعني أو بالنسبة لي أنا يعني حاسس إن أنا هستخدمها كتير، إن أنا كتير بكون مشغول وكتير بكون عايز أتكلم على واتساب، فالموضوع ده هيكون بالنسبة لي أسهل بمراحل اللي أنا أعملها. وبس كده، هي دي كانت يعتبر أبرز المميزات اللي ظهرت في أندرويد بيتا، النسخة البيتا. وهكرر تاني، دي لسه مش النسخة الأصلية، دي لسه النسخة اللي هي يعني زي ما تقول كده اللي هي التجريبية، لسه بإذن الله في حاجة أكيد بإذن الله النسخة دي هتنزل. بس يعني من التجربة اللي أنا شفتها والحاجات اللي حصلت قدامي، مفيش باجز في النسخة دي، كل حاجة ماشية تمام، كل حاجة زي العسل زي ما بقول لكم كده. وبإذن الله في تطويرات وتحديثات كتيرة هنكتشفها بإذن الله في الأندرويد ده، وإن شاء الله أول ما نكتشف أي حاجة جديدة أنا هكون متابعكم وهقول لكم عليها أول بأول. وبس كده، شكرا انك شفت الفيديو لحد النهاية. لو وصلت لحد دي فانت شخص والله عزيز عليا جدا جدا، يعني مش عايز اقولك انت عزيز عليا ازاي. فما تنساش لايك واشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وانا اسف جدا على التأخير من ساعة اول فيديو انا عملته، بس والله فعلا كنت مستني النسخة دي بتاعة الاندرويد عشان اجربها وعلشان اشوف الحاجات اللي فيها، واطلع اعمل لكم فيديو مبسط ويعتبر شرح بسيط عنها. فده كان سبب تأخيري، معلش محدش يزعل، وبإذن الله التأخير ده مش هيتكرر تاني، احنا هنكون مع بعضينا دايما، مش هنروح من بعض في حتة زي ما قلنا. وبس كده، هأكد عليك تاني، متنساش لايك واشتراك وتفعل زر الجرس، واشوفكم في الفيديو الجاي. سلام عليكم.